عندي راتبي ما مستلم، رحت لبغداد جبت جداول مع الحسابات، قال لازم تمدد الراتب لل 2050 حتى نمشي لك المعامله. كم شعبه راح تراجع؟ راجع بس معاون مدير ووارده وعلى المتغيرات. وين يمشي العمل؟ والله لولا يمشي بالسر زين، بس هاي اللي تفوت من جوا هي اللي تخرب الشغل. هو ازيد الصعوبات يعني بالمتغيرات، موظف واحد عليها وما يلحق. الى الثنتين للثلاثه يظل بوحده. المفروض يفتحون شباك الاخ خاطر يصير شويه سلس المعاملات. انا استنساب بعض احنا هنا والناس ضرب سره يفوت من جوا، عنده واسطه يفوتوا من جوا، ما عنده واسطه يظل قاضي بسره للثنتين للثلاثه. زوجي مستشهد في عام 2007 كان معلم ومدني، بعدين حولنا الى شهيد في عام 2018. تعرف الظروف ما ساعدتني على مده دواعش، ما دواعش انا اكو بالبلد ما قدرت اسوي المعامله. عام 2018 قدمت المعاملة مع الشهيد، إلى سعاني ما استلمت، متراكمة السنوات الماضية. مشكلتي والله خمسة أشهر ما أخذت راتب وقطعوا يحسبوني متى تزوجتها. أي والله ليش قطعوا الراتب؟ قطعوا ما عاد دقك يحسبوني متى يا زوجته. يعني أنت ما سويتي بيان سنوي؟ لا ما سويت هاي البطاقه شنو المفروض المتقاعد يسوي له بيان سنوي حتى يقدر تمشي معاملته. هسه عاد حقبني معايا لو ما ابني ما اطيق حتى ما اشوف. وين راح تراجعي؟ وين قالوا ايش تراجعين؟ اي انا قالوا لي روحي راح ابني هنا. هاي ايش قد لي من جيت؟ صار له راتب ايش مقطوع؟ هاي اربعة اشهر وشويه. شلون؟ اربعة اشهر ويمكن 15 يوم ما اعرف. اربعة اشهر و15 والله. شلون تدبرين حياتك؟ اجل ادبر حياتي قاعده وساكته.